رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. قد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: رفع مجلس الوزراء أخلص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني الذي جاء بمبادرة رائدة من جلالة العاهل المفدى، وأجمع شعب البحرين عليه بالتصويت بشكل جسد كل معاني الاستفاف والوحدة الوطنية والالتفاف حول راية الوطن ليشكل هذا الميثاق الوطني الأساس المتين لانطلاق المشروع الوطني الذي قاده جلالة الملك والركيزة الأساسية للتحول الديمقراطي والمؤسساتي الذي شهدته مملكة البحرين وما تحقق في ظله من منجزات ومكتسبات تنامت في كافة المجالات كان لها صداها الإيجابي محليا ودوليا. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الجهات الحكومية إلى تشجيع إقامة الفعاليات الرياضية في اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين الذي تقرر إقامته لهذا العام يوم غد الثلاثاء الموافق 12 من فبراير 2019 لضمان تحقيق الغايات المنشودة منه، ومن أهمها نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للجميع. بعد ذلك رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية الموفقة التي قام بها إلى البلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أضافت زخما لتنمية وتطوير علاقات الأخوة المتينة والتعاون الوطيد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحافظة على الأبنية التراثية والأماكن التاريخية في محافظات المملكة ومن بينها المنامة، وكلف سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسرعة إتمام إعادة بناء جامع قاسم المهزع بشكل يحفظ له مكانته التاريخية ودوره الديني، فيما أحاط معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المجلس بالإجراءات الفنية الجاري اتخاذها لإعادة إعمار الجامع المذكور. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد تحت مسمى العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يحل محل القانون الحالي. وقد تضمن مشروع القانون الجديد تدابير غير تقليدية تتوخى عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية ويعالج حماية الطفل من سوء المعاملة ومن المساءلة الجنائية. كما يستحدث القانون محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل تختص بالدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعماره 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. كما تنشأ وفق القانون لجنة تسمى باللجنة القضائية للطفولة وتختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة. وقرر المجلس بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية إحالة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إلى مجلس النواب. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة وإدارة الدعاوى بشكل أسرع، حيث يجيز للنيابة العامة والمحكمة اعتماد وسائل التقنية الحديثة والسمعية والبصرية والنقل في جميع الإجراءات وفي تقدير سماع الشهود. كما تدعم التعديلات حماية الشهود وتضع حلولا أكثر يسرا للإجراءات التحفظية دون مساس بالحقوق والحريات. قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم رقم 46 لسنة 2002 إلى مجلس النواب. ثالثا، تحفيزا لشركات الطيران وتشجيعا لهم على استخدام مطار البحرين الدولي وتعزيزا لقدرات المطار التنافسية، فقد وافق مجلس الوزراء على منح خصومات لبعض شركات الطيران والشحن وشركات الطيران العارض التي تستقطب السياح إلى مملكة البحرين لمدة عامين، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والتي عرضها معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة. رابعا، وافق مجلس الوزراء على تجديد الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بشأن إنشاء المركز
الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لمدة 6 سنوات أخرى، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وعرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة. خامسا، اطلع مجلس الوزراء على نتائج دراسة خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق من مخاطر الانبعاثات الكهرومغناطيسية من أبراج الاتصالات، حيث خلص الخبراء في دراستهم إلى أن الطريقة التي تدار بها أبراج الاتصالات في مملكة البحرين تتبع البروتوكولات العالمية للانبعاث الآمن وتتوافق معها، وأنه ليس لأبراج الاتصالات القائمة أي تأثير على الصحة لأن نسبة انبعاث الإشعاعات منها قليلة جدا وفي معدل آمن منخفض كثيرا، وأن المعدلات المقاسة بالبحرين أفضل حتى من الدول المتقدمة، وذلك من خلال المذكرة التي رفعتها سعادة وزيرة الصحة بنتائج الدراسة المذكورة. وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي عقد في بروكسل، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش والذي عقد في واشنطن مؤخرا، وذلك من خلال تقرير معالي وزير الخارجية. فيما أخذ المجلس علما كذلك بنتائج مشاركة مملكة البحرين بوفد وزاري برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية والذي نظمه صندوق النقد العربي، وكذلك نتائج مشاركتي في القمة العالمية للحكومات 2019 والجلسات المغلقة عالية المستوى التي عقدت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا، وذلك من خلال التقرير المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.